حكم إقامة خيم العزاء لمن لا يملك بيتا يتسع لهم، مع العلم أنه يقوم بتقديم الماء والقهوة لهم، هل يجوز الإنكار عليهم وعدم الذهاب للعزاء؟ والله يعني هذا أتصور يعني عادات وتقاليد ليست جيدة، اللي هو أن الإنسان يضع خيمة وقد يكون أحيانا يستأجرها، يعني يبذل مالا إذا كانت الخيمة ملكة مثلا ويحطها عند الباب مثلا بيته ما يسع يعني يمكنها، لكن يستأجر خيمة للعزاء. كثير من أهل العلم يرون أن العزاء أصلا بهذه الطريقة يعني محدث، والأصل في العزاء أن الإنسان بعد الدفن يعيش حياته طبيعية، اللي يشوفه يعزي، هذا يراه في المسجد، هذا يراه في البيت، هذا يراه في العمل، هذا يراه في السوق، وهذا كل يعزي الكل دون اجتماع للعزاء. فإذا كان مع اجتماع العزاء صنع الطعام، يعني أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام لنا، فهذا تكليف على أهل الميت ولا يجوز هذا الأمر. وأما إذا كان استئجار خيمة وقهوة وجيب عمال للقهوة وهذا كله، هذا لا يصلح هذا أبدا. أما إذا كان البيت لا يسع، وضعوا خيمة عند بيتهم، خيمتهم هم لا تكلفهم شيئا، هذا أهون حقيقة. وأنا أتصور هذا كله بس فقط شو يقولون عن الناس، وهذه مشكلة عند الناس الآن أن ما يبون أحد يتكلم عنهم، ما سوينا على عزة وكذا. فإذا كان في مثل هذه التكاليف فالأصل والله العالم أنه لا ينبغي، لكن إذا ما لم تكن فيه تكاليف فالأصل الإباحة والله أعلم.